ده هيكون شكل السحابة بعد ما قصتها رسمتها. وقصت الجوخ بقى، زودت جوخ من الديوان عشان لو احتجت ولا حاجة، عايزاها بس تكون واضحة شوية. فهرسم ايه الاشكال اللي هي ايه زي يعني انحناء كده، نوضح الانحناء شوية على عكس ما هو في الشكل الاساسي. اهو اظبط بس الانحناء عشان يبان، او نرسمها بقى. اوريكم بقى شوية حاجات انا قصاها. ديت برضو نجمة، كان عندي حاجة مرسوم عليها نجمة ورسمتها، قصت عملت نفس الحركة اللي انا عملتها في الفيديو اللي فات. دي برضو نجمة كبيرة، كانت برضو شكل عندي. دي زي ما قلت لكم الميني ماوس بتاعي ده انا جايباه عادي من كانت كرتونة ومرسوم عليها ميني ماوس، نفس الفكرة. شايفين ديت؟ ديت بقى هي فين؟ هي اهي، ديت قلبتها على وشها او على ظهرها زي ما هي كده، وحطيتها على ورقة وبدأت احدد كده. اي شكل عندي عملته بالشكل ده كده كده، واترسمت معايا زي ما انتم شايفين. عاملة ما شاء الله منها بطرنين اهمت، بستخدمها على طول وطلعت موديلي جميل جدا. يليها هذا الجناح الجميل من عند مورا، ما شاء الله تحفة، فرجته ما شاء الله الاكثر مبيعا عندي وخلص من عندي. فقمت عاملاه بقى على الجلد، شوفوا حتى هنا كبرت حجمه سنة وعرضته سنة من تحت، فطلع معايا بالشكل ده اهو. نفس الفكرة الارنب ده برضو جايباه من عند اسماء سعد اهو، لو رسمناه هيطلع ارنب تحفة تحفة تحفة. اي اشكال عندك من الاشكال الجاهزة تقدري تعمليها نفس الفكرة. التاج ده انا رسماه بايدي، تقدري ترسميه باي شكل. هرسمه معاكم ان شاء الله، هحاول ارسمه معاكم في الفيديو ده. طلب مني زبونة كانت عايزة مني حاجة على لون أخضر، وما كانش عندي صراحة اللي هي عايزاه بالظبط، فاضطريت إن أنا أعمل إيه بقى. زي ما قلت لكم الطقم بتاعها بتاع البنوتة كان لونه أخضر أخضر، اللي هو الأخضر الزرعي. فقعدت أدور في الكافيار كده، عندي هنا أخضر من ده، وكان عندي منت جرين أخضر، وكان عندي مش عارف لون ابيض، وكان عندي فضي، وكان عندي كحلي، لان اليونيفورم بتاعها كان فيه كحلي برضو، البنطلون لونه كحلي. قمت ماسكه كل ده، عملته خلطه بيضه بالصلصه وحطيته على نجمه، بس كانت اكبر من دي شويه، نجمه حجم كبير شويه. هعملها معاكي برضو، هعمله معاكم برضو ان شاء الله، واعرفكم ازاي تكفلوا صح. يبقى احنا قلنا الاشكال اهو، اشكال يا جماعه مش لازم من على النت، ممكن تلاقوا اي شكل عندكم في البيت او اي شكل عندكم في الادوات بتاعتكم تقدروا تشتغلوه عادي برضو، ما فيش اي مشكله. يعني انتي وشطارتك، الموضوع مش صعب خالص، تمام كده. تقدري تاخدي سكرين لاي صوره انتي تشوفيها. يعني مثلا بصوا، شفت واحده بتعمل فيديو اجنبي وكانت ماسكه ال بتاع ده هوت كده اهو، قمت واخده سكرين على طول للفيديو، وقمت راحه رسماها بالورقه، حاطه ورقه شفاف فوق التليفون كده، ورسمه الفيونكه او اي شكل انا عايزاه، وطلعت معايا. الموضوع مش صعب، الموضوع سهل جدا. عندي باترون النجمه ده، نقدر نعمل باترون الجلب اللي انا لسه عاملاه ده، وعملتهم اتنين قصاد بعض باترون جلب، تمام. كانوا تحفه، وكان اكثر مبيعا عندي، وكان حجمهم صغير لان الكافيار كان صغير. بعد كده لما بقى الناس بيطلبوا مثلا كليبس واحد بس كافيار، كله كافيار زي ما عملنا كده الريمبو، بجيت بعمل كليبس واحد كافيار حجم كبير، فده كده حجمها صغير. انا بقى معاكم اهوت، ها ايه، هكبر حجمها، كبر حجمها شويه على الجوخه اهوت معاكم بكل سهوله. هنزود بس يعني نص سنتي ولا حاجه زياده، تمام. لو طلع اكبر هننقصه مش مشكله، نص سنتي اهو، الصوره واضحه، اتمنى تكون الصورة واضحة كده. زودت نص سنتي، نفس الكلام، نمشي بس الايه الخطوط مع بعضها اهي. الناحية التانية نفس الكلام، نمشي خط مستقيم، تمام كده. الناحية التانية كده، انا كبرت البطرون بتاعي اهو. هنقص بقى عادي خالص بالمقص، بس برضو هنزود حته ده ولا حاجه جوخ عشان لو قصر معايا، عشان ما يقصرش معايا، تمام كده. ادي القطعه اللي احنا هنحط عليها الساشيه، اللي احنا هنحط عليه الكافيار بكل سهوله معايا اهو. بروحها بس واحنا بنقص عشان ايه، بس عشان ما يبصش.
لو طلعت بقى دي في ديفوهات ولا حاجة نظبطها احنا بنفسنا، هي مش لازم تطلع بيرفكت يعني، عايزة تجيبها من على النت تهديها. والله انا يعني انا بعملها كده وخلاص بتطلع حلوة. الناس ما بتاخدش بالها من التفاصيل، اهم حاجة ان الحاجة تعجب الزبون وخلاص. اهو خلينا الكبيرة لفوق، خلينا الكبيرة لفوق. ممكن نعمل ديت كده ايه بوز ولا حاجة من تحت بحيث تبان اكتر ان هي نجمة. اهو اهي بس كده طلعت معانا النجمة. هعمل معاكم النجمة وهعمل لكم السحابة لوحدي عشان الفيديو ما يطولش. هعمل النجمة. عندك بقى جصاجيس، نشتغل بالجصاجيس. اي الوان هتنفع معاكي، اي الوان. انا عايزة اعمل التوكة ديت على مدية على اخضرات، ممكن مدية على اخضرات، فهستخدم اخضر وفضي. تمام، اخضر وفضي وابيض. عندي جصاجيس اهيت معايا كده اهي، اخضر وفضي وابيض. حاطه الجصاجيس لوحدها اهي، حاطه الجصاجيس لوحدها عشان لو احتجتها ولا حاجه. كان عندي كحلي بس للاسف خلص، فممكن احط معاه مثلا موف. نجرب كده، لو حطينا الموف، الموف زيه زي الابيض يعني مش هيبان حلو. عايزه احط مثلا ذهبي، احط ذهبي خلاص معاهم اهم كده، حلوين خالص. شويه الوان زي القمر، مش هيقولوا لا. فاهمين قصدي؟ فهمت انا بمشي ازاي؟ فكره ان انا اختار الوان متناسقه مع بعضها وهتطلع حلوه. لان الاطقمه لما بيجوا يعملوا الاطقمه اللي بيشغلين في المصانع بيعملوها يعني بيعملوها الورده او كده او الرسمه بتكون على ذوقهم هم، فاحنا كمان نظبط على ذوقنا. يعني مش لازم الوان اللي طالعه موضه، يعني ممكن انت تظبطي اللون على بعضه كده تلاقي الزبونه خدته عادي. تمام، عايزه بقى ايه اقص الحته الزياده ديت اهي. نكمل بقى على هذا المنوال. بس ايه الزياده بقى اللي احنا هنعمله عشان شغلنا يبقى متقن؟ احنا لما نحط شمع يا حلوين نحطه بميل كده اهو، ونفرده بميل ونفرده بحيث يبقى الشمع هو كمان على جوانب الكافيار، على عكس الشغل الصيني. الشغل الصيني ما فيهوش الكلام ده، الشغل الصيني عك وليس بجد والله. يعني بصراحة الحاجة بتتفك بعدها بفترة. أنا اشتريت واحدة صيني عشان أعمل مقارنة وشوف هل أنا لو عملت الحاجة الشغل الكافيار بتاعي هيتباع ولا لأ. ما شاء الله ما شاء الله، عرفت إن حاجتي متقنة، الحاجة بتاعتهم بتتفك بسرعة مش متقنة. إنما إحنا هنزود زي ما أنا قلت لكم شمع من الجوانب عشان ما تتفكش من بعضها. ماشي أهو، عايزة بقى أرتب الألوان بالترتيب. مش مشكلة حتى لو الجوخ انقص من الجوانب كده، خلوه زي ما هو على وضعه. نكمل على هذا المنوال. عايزة اخلي الحتت الاطراف دي في الاخر، مش مشكلة الحتت الصغيرة دي خلاها في الاخر. خلينا نكمل. دول بقى الحلوين دولت للايه، حتت الطويلة شوية عندي حط برضو على الجوانب. انا ماشية ذهبي فضي، خلينا موف. تمام، خلي لا يا ربي خليه اخضر دلوقتي وبعد كده لا مش طويلة خلاص، خلينا ذهبي. تمام، انت بقى وايه وزوجك وانت وتنسق اللي انت عايزه تمشي عليه. اهو كده انا عملتها ذهبي، ونقص بميل، نقص بميل اهو. بصوا اهي، مش النجمه بميل يبقى دي كمان بميل. خلوا الكافيار بزياده لحد الاخر لما نشوف هنحتاج ولا لا. فاهمين قصدي؟ نكمل بعدها موف. وفي الجوانب انا مش بضغط، انا بلحس كده في الجوانب، انا مش بحط شمع بزياده. انا بس كل ما في امر ان انا بفرده صح وبلزق على طول، ما بستناش. لو ما لزقتش على طول هينشف اهو. اهي نخليه بزياده ونبقى ايه نظبط الاطراف بعدين. بصوا انا عشان اقص شلت دي على جنب اهي عشان اقص، عشان ما تتقصش زي التانيه زميلتها اهي. تمام، خلي الاطراف دي للاخر نبقى نظبطها تطلع بيرفكت معانا. عشان تطلع بيرفكت يا رب الاخضر يكفي المره دي بقى، بتمنى. اهي الحمد لله كفت كده، احنا عملنا في تناسق كده في الالوان وكده وشكلها حلو اهي. نكمل خلاها بزياده، ماشي خلاها بزياده، لما نعوز نقص هنبقى نقص. تمام، بصوا الشمع انا ما حطيتش الشمع في الجوانب فهحطه برضو وانا بشتغل كده بالمره، عشان ايه لو عملتي طبقات بزياده، لو عملتي طبقات بزياده ومعرفتيش تلزقي من الجوانب هيغلبك الموضوع، هيغلبك. فخلينا احسن نلزق الكلام ده. هحط ابيض. تمام، عشان يبقى في تناسق في الالوان بس اهيت كويس ان هي بتكفي معايا. بصوا من الجوانب ديت انا ممكن اقصها بالمره وخلاص اهيت، بسم الله. ومن هنا برضو كده نقدر ان احنا نقص بقى بكل سهوله مره واحده، كله معايا اهو
بلاش تساوي بقى غير لما غير في الاخر، بلاش تساوي وتظبطي غير في الاخر عشان تطلع معاكي متناسقه. اللي بعد كده احط ذهبي، تمام. حاسه ان الابيض قصرت شويه صح؟ يبقى احنا هنخلي الذهبي هي كمان قصيره من الجنب ده، حاسه ان هي عامله شويه من الناحيه دي. عايزه ممكن نحط حته بيضه، يعني لو حطينا حته بيضه هنا مش هتقول لا، بس نلزقها كويس، بس نلزقها كويس جدا ونحط شمع بزياده اهيت. نحط الحته البيضه ديت، بس عايزه ايه كده. انا حطيت البيضه اهي، ما هيش باينه خالص ان انا مزوداها. اللي بعد كده على طول اخضر، لو في اخضر يا رب بس تكفي. لا مش هتكفي، شوف حته تانية على طول. ناخد بالنا واحنا بنقص، بس احنا ما نقصش اللي احنا عملناه، تمام كده. نيجي بقى للاطراف، ودي اهم حته واهم حاجه اللي هتدي التاتش النهائي للنجمه، تدي التاتش النهائي للنجمه او اي شكل انت هتعمليه بقى. اولا كده ناخد بالنا بس ان احنا نظبط كده اي حته عايزه تتلزق نعيد عليها اللزق عشان تبقى ثابته، عشان كده القطعه دي انا ما ببيعهاش اقل من 14 ل 15، تمام. تمام كده اهي اهيات. بصوا عايزين نزود الاطراف. اولا انا ماشيه ايه، انا فاضل لي هنا الموف، ما حطيتش موف، تمام. حطيت ابيض وذهبي وكده، حتى لو مش بالترتيب اللي انا ماشيه عليه مش مشكله. احط حته موف واحط هنا برضو حته موف. تاني معاكم الموف، حطيت شمعي في الجوانب اهو في كل حته، تمام. واحط على طول الموف، انا عشان هي شلتها فسابت حتت فراغ في الكافيار. كده انا لزقت حته الموف كلها على بعضها اهيت. هقص الزياده بقى من هنا بالراحه اهو. بصوا انا ما دخلش المقص كله، انا قصيت حته بس الحته دي بس وخلاص، تمام. هنسوي بعدين. عايزه بقى اظهر القطعه ديت، طبعا احنا مش هنرميها، عايزين نقصها بالراحه اهي. بسم الله، برضو مثلث، بسم الله اهي لحد هنا، وبعدين تمام كده تطلع لنا من الناحيه الثانيه نجمه بكل سهوله وجمال. وهنقص من هنا مثلا، نسوي من هنا، ولو في بقى اي دفعات ولا حاجه هنظبطها وهنسويها. انا شايفه ان هي كده تحفه تحفه تحفه. هزين بقى او اسوي او داري على اي دفوق انا عملته. نسيت من هنا برضو، عايزه احط حته بيضه صغنطوطه ولا حته موف. احط حته موف من اللي انا لسه قصها حالا، ادور عليها بس. شايفين حته النون اللي احنا قصينها من الجوانب دي، نقدر نحطها في الحته المقدمه دي اهي، بس هحتاج حاجه فاتحه، فاحط الحته البيضه ديت اهي والزكها كويس جدا، لان دي لو اتفكت هتخلي شكلها بايخ. بحب اكون شغلي دايما متقن بصراحه، عشان كده حتى هما كلهم بيقولوا لي زبايني ان شغلي مختلف عن الصيني. الصيني مش بتلاقي فيه كل الموديلات دي، ومش بتلاقي فيه الاتقان ده، تمام كده اهو. كده النجمه خلاص خلصت معانا. عايزين بقى نحط في اي تاتش نحط، بس انا بالولاعه اهوت على الماشي كده. عايزه بقى تعملي بالمقص اي حته ولا حاجه، نقدر ان احنا نضغط كده تقوم تتسوى معانا. عايزه تقص بالمقص اي حته مش واضحه قوي، قصيها مفيش مشكله. اي دفوهات بقى ولا حاجه هنجيب المقص كده، لو عايزينها تبقى متساويه زي ديت هنجيب المقص كده بالراحه، ون ايه يكون مقص قوي بس، ونقص كده اهو. كده هي اتسوت برضو من الناحيه دي. خلي القص والتسويه في الاخر، نقدر نكتفي بشكلها بالشكل الجميل ده، تمام اهو. نقدر نكتفي بالشكل ده كده، بس تحاولوا طبعا تخلوها على الراضي كده، عشان لو خلتوها كده هيبقى النجوم شكلها او المثلثات شكلها مش متساوي قوي مع بعضها. خلوها كده، اعتقد ان كده شكلها احلى واشيك من الاول، يعني احلى كمان. عايزين بقى نضيف عليها اي تاتش زي ما انا كنت عامله في الفيديو في الموديل بتاعي. حطيت بصوا برضو نقدر ان احنا نعمل كده برضو، لو في اي واحده فيهم متفتحت كده نحط ايه شمع، نزود شمع، مش هنخسر حاجه، تمام كده اهو. مش هبيعه اقل من 15 على كليبس، من 12 ل 15، تمام. تمام نقدر بقى نقدر نحطها على كليبس كده ونسيبها زي ما هي كده، ونقفلها من ورا جوخ عشان تتثبت كويس. هحط بقى التاتش بتاعي اللي انا كنت حطاه،
دي فراشة أورجانزا من عند مورا، الاتنين مع بعض كده كانوا تقريبا ب4 جنيه أو ب5 جنيه. هجيب المقص كده افتحه وهفكهم عن بعض، هفك الاتنين دولت عن بعض لأنهم معمولين بالخيط. هاخد واحدة منهم بس، هاخد الحجم الصغير أحطه على النجمة. ادت شكل جميل جدا، ادت بجد شكل جميل. وكمان كان في هنا ضيفه ولا حاجه داريته بالايه، بالفراشه. بس ايه، النجمه المره اللي فاتت اللي انا كنت عاملاها كانت اكبر من كده، فالفراشه كانت واضحه اكتر. هعملها معاكم برضو. واستخدمت ستان ده بس اللي هو التجيل، الواحد الاربعة مللي ده بس التجيل. استخدمت برضو الأورجانزا ديت، كنت شاريها من محل عجبتني قوي، خاصة كمان ان الشكل ده فيه اخضر، فالأورجانزا دي هتليق معاه. او نستخدم الواحد ملي ده، 4 مللي ده، نعمل منه فيونكة ونضيفه للفراشة، تحت الفراشة كده او فوقها، هيدي برضو شكل جميل جدا. انا هستخدم الأورجانزا ديت زي ما كنت عاملة بالظبط في الصورة كده، هعمل فيونكة عادية بس هظبط حجمها مع حجم الفراشة مع حجم نخليها ورا ولا قدام، محتارة. تمام، حاسة كده احلى. تمام هيت، واقفلها. نقدر نمسكها بالبيه 7000 طبعا. والشمع الموديل ده ما شاء الله كان جميل جدا، وعملته في المدارس، كانت طالبه حاجه لطقم الموديل الطلق اللي بنوتتها عشان يونيفورم، كان لونه اخضر في اخضر زهري او زرعي، اخضر زرعي في كحلي، فعملت لها الجمر ده، عجبها جو لان هي كانت متشائمه جدا من اللون، مزهجنه جدا من اللون بتاع ده اليونيفورم اهو. وحطيتها على كليبس كان متغلف اخضر، طلعت بالجمال والدلال ده. بس طبعا انا مش عارفه حطيت ايه من النص، مش فاكره صراحه حطيت ايه من النص. ده شكل النجمه بعد ما خلصتها اهي، طبعا نقفلها من ورا جوخ، وده هيكون شكلها في النهايه. وده شكل الرينبو اللي احنا عملناه قبل كده، وده شكل الرينبو ديت متعبه شويه، فدي هتكون اغلى من ديت. تمام، لان ديت اللي هي النجمه قصينا كتير وغلبتنا بصراحه، 15 من 12 ل 15. دي زي ما انا قلت لكم من الاثنين من 14 ل 18 على حسب حجمها.